دي حاجة عشان ايه؟ ناس كتير اتكلموا عن موضوع الحمل. عادي، انا كنت بوري ان الفستان ينفع يبقى دوبل فاس كتو كولرز، اسود وابيض، فهي واحدة لفوق كده واحدة لتحت، فهي جت على حتة البطن، امال هتعملها فين؟ مش هينفع تعملها في حتة تانية، هتثير الجدل اكتر، فهي كانت اسلم حتة على واحدة لفوق واحدة لتحت وبس، هو ده اللي حصل.